اخبار شبري لا تضرب انت الاخبار سوري الاخ سوري لا والله ياباني شو شايف سوري او مو سوري والله سوري والف سوري ليش عم تسلك هيك حيواني يا اهلا بالشباب يا اهلا بالبلد اهلين اهلين من وين سوريا طلع فيه قول النيل والله شكلك حمصي وشلون عرفت والله من فريق شعراتك والله اهلين انت منين انت محسوبك من درعا احسن حالك اهلين اهلين وسهلين اهلين اهلين وين ساكن والله هون طريق جديد شو اهلين اهلين بالشباب انت وين ساكن بحارة حريق شو هالكلام على راسي حارتك يا طيب اهلين ليك ها بدي اسالك سؤال قول انت بلا صغرى مع مين مع المع او مع المو مع لك اكيد مع المع لك في واحد في اعل براسه بده يكون مع المو مع اي بس ما فهمت عليك يعني انت مع هدول ولا مع هدولي اه مع هدول وانت انا مع الشعب والله وانا مع الشعب اي بس ما فهمنا اي شعب انت مع شعب المع ولا مع شعب المو مع شو بدك تجنني انت لك حد تقول بقرة المحصى ما عم بفهم عليك يعني انت معارضه ولا ممانعه لا اكيد ممانعه باطل شو باطل انا مع الاسد او لا احد باطل انا مع لا احد نعم انت معارضه هيدا كان على راسه سطحه معارض انت هيك بتستيع حالك انت يا معارض انت ما بتشل نفسك انت عميل لتركيا انت ولك انت عميل لايران بدك ترجع انت السلطنه العثمانيه انت وانتوا بدكم ترجعوا الامبراطوريه الفارسيه انت تنب امريكا انت لك انتو تناب روسيا ولا لك انت بتاخد اوامرك من كيري لك ريتك تلحس ولا كيري ولا لك بجد الله واضح عنه هيك ولا واضح عنه هيك اتركه لك شو دخلك انت هيدا حليفنا واللي يمد ايده عليه بنقص له ايده سوي يا حلو هيا ما حدا معبي لك عينك هون روح عاد مطرحك انت يا عيني لا يا حبيبي ما حزرت مثل ما هو حليفك انا حليفه للاخ انت واحد بلا اخلاق وبلا ضمير انت واقف مع الجلاد ضد الضحيه وانتو عم تعملوا مع الشيطان الاكبر ما اصلا طول عمركم عملاء ما بسمح لك تلعني عميل وانا ما بسمح لك تعلي صوتك انا فرجك طلع برا يا اخلي روح انا بدي ابي تنزل نعمل مساج بالمعاملتين ايه لك انا اللي بنزل مشان نروق هالاعصاب يلا على راسي حارتك يا طيب اهلين اخلاق اشوف ضلع القديل هو ما عندهم عقل يحد بلوم يا اخي هادول اتركهم مع بعض هني بيقبروا بعض ولا حاجه ايه لك يا اخي كيف بدنا نعيش معهم ما بعرف والله ما بعرف مش كترانين بالبلد